السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ معكم واحد السلسلة ديال الامتحانات الإقليمية الموحدة لنيل شهادة الدروس الابتدائية، وبالضبط غادي يخص المستوى السادس ابتدائي اللي مقبلين على الامتحان الإقليمي باش ياخذوا الشهادة ديال الابتدائي. إذا غادي ندير معكم هذا الامتحان اللي كيخص مادة الرياضيات، وبالضبط جهة طنجة تطوان الحسيمة المديرية الإقليمية والزن ديال العام اللي فات. غادي نبداو أولا بالمجال الرئيسي الأول، العد والحساب. إذا دائما الامتحان كيجي بهذه الطريقة بكل بساطة وسهولة. إذا المجال الرئيسي الأول العد والحساب، عليه 13 نقطة. ضع وأنجز العمليات التالية. إذا عندي ثلاثة ديال العمليات، عملية الجمع والطرح. إذا هنا هذه العملية الأولى فيها عملية الجمع وكذلك الطرح، عندي الضرب وعندي القسمة. نبداو اولا بعملية الجمع والطرح. اذا انتبهوا معايا دائما. اذا هنا اولا غادي نبداو بطبيعة الحال داكشي اللي كاين بين قوسين. اذا اولا خصكم تنتبهوا للوضع. اذا 6508 نديروا لها فاصلة صفر باش ما نتلفوش، ونديروا الفاصلة تحت الفاصلة، نديروا 7 هنايا، 5 هنا، وهنا 25. هنا غادي نجمعوا، نضيفوا صفر هنا. اذا عملية الجمع، 0 زائد 5 5، 0 زائد 2 2، أنزل الفاصلة. 8 زائد 7 يساوي 15، اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 5 6، وهنا 5 6. إذا هذا المجموع اللي حصلنا عليه هنايا غادي نقصوا منه هذا. إذا هنا هذه ناقص هذه، لأنه في الترتيب راه هذه جات قبل من هذا المجموع هذا، وبالتالي غنديروا 9473.5، الفاصلة تحت الفاصلة، هنا 25، هنا 5 6 5 6. نديرو عملية الطرح، لأن نضيفو صفر، صفر ناقص خمسة يمكن أضيف 10 وأنزل واحد، 10 ناقص 5 5، 5 ناقص 3 2، أنزل الفاصلة. 3 زائد 5، أو عفوا ناقص 5 لا يمكن أضيف 10 وأنزل واحد، 13 ناقص 5 8، 7 ناقص 7 0، 4 ناقص 5 لا يمكن أضيف 10 وأنزل واحد، 14 ناقص 5 9، و9 ناقص 7 يساوي 2. الجواب هو 2908.25. إذن هذا هو الجواب. دابا ندوزو لعملية الضرب. إذن 1348 غادي نضربوها ب5.67. إذن 7 في 8 يساوي 56، أكتب 6 أحتفظ بخمسة. 7 في 3 يساوي 28 زائد 5 33، اكتبوا 3 واحتفظوا ب3. 7 في 3 21 زائد 3 24، اكتبوا 4 واحتفظوا ب2. 7 في 1 7 زائد 2 9. أضع نقطة. إذا 6 في 8 يساوي 48، اكتبوا 8 واحتفظوا ب4. 6 في 4 يساوي 24 زائد 4 28، اكتبوا 8 واحتفظوا ب2. 6 في 3 18 زائد 2 20، اكتبوا 0 واحتفظوا ب2. 7 في 1 عفوا 6 في 1 6 زائد 2 8. أضع نقطة. 5 في 8 يساوي 40، اكتبوا 0 واحتفظوا ب4. 5 في 4 يساوي 20 زائد 4 24، اكتبوا 4 واحتفظوا ب2. 5 في 3 يساوي 15 زائد 2 يساوي 17، اكتبوا 7 واحتفظوا ب1. 5 في 1 5 زائد 1 6، وأجمع هنا 6. 3 زائد 8 يساوي 11، اكتبوا 1 واحتفظوا ب1. إذا ثم عندي 1 زائد 4 5 زائد 8 يساوي 13، اكتبوا 3 واحتفظوا ب1. 1 زائد 9 10 زائد 4 14، اكتبوا 4 واحتفظوا ب1. هنا 1 زائد 8 9 زائد 7 16، اكتبوا 6 احتفظوا ب1. 1 زائد 6 يساوي 7. إذن هنا غادي نتكلموا من بعد، غادي نحسبوا عدد الأرقام بعد الفاصلة. عندي رقمين، أضع فاصلة هنا، والجواب هو 7643.16، والجواب صحيح. دوزوا لعملية القسمة الآن. عملية القسمة هي 3789 مقسومة على 4.5، وهنا ضروري ما نحيدوا الفاصلة، يعني لأنه عندي في المقسوم عليه عندي الفاصلة. إذا 3789 هادشي هذا مقسوم على 4.5، مقسوم عليه عندي بالفاصلة، وبالتالي يجب أن أحذف الفاصلة بضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في نفس العدد، يعني في 10. هنا ملي غنضرب في 10 غادي تحيد لي الفاصلة، وهنا ملي غنضرب في 10 أضيف صفر. مزيان غتولي لي 37890 ب
مقسومه على 45 شحال كتساوي؟ اذا لدي رقمان اخذ رقمان 37 مقسومه على 45 اللي يمكن اضيف رقما اخر، بالتالي غيصبح لي 378 شحال فيها من 45؟ فيها 8. 8 في 5 يساوي 40، اكتبوا صفر واحتفظوا ب 4. 8 في 4 يساوي 32 زائد 4 36. نعم، اذا عمليه الطرح 8 زائد ناقص 0 8، 6 7 ناقص 6 1، هنا 0. انزلوا 9، 189 شحال فيها من 45؟ اذا فيها بطبيعه الحال فيها 4. 4 في 5 يساوي 20، اكتبوا صفر واحتفظوا ب 2. 4 في 4 يساوي 16 زائد 2 18. نعم، عملية الفرق 9 ناقص 0 9، 8 ناقص 8 0، وهنا 1 ناقص 1 0. انزلوا 0، 90 شحال فيها من 45؟ فيها 2. بطبيعة الحال 2 في 45 يساوي 90، 90 ناقص 90 يساوي 0، وبالتالي الجواب أو الخارج هو 842. ندوزو السؤال الموالي، لأنه هنا فات السؤال هذا عندي 1 2 3. السؤال الرابع هو هذا ديال العمليات أو عمليات على الأعداد الكسرية. إذا عندي هنايا الضرب ناقص هنا القسمة، إذا بطبيعة الحال الضرب كنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام، وبالنسبة للقسمة كيرد رجع لي إلى ضرب، يعني أحتفظ بالكسر الأول وأضربه في مقلوب الكسر الثاني. هنا شايوقع؟ إذا 4 غنضربها في 9، وهنا بحال رجع 4 على 1، 1 غنضربه في 14. نعم، هذا الشيء ناقص، إذا 5 على 2 الكسر الأول أضربه، إذا هذه القسمة غتحول لي إلى ضرب في مقلوب الكسر الثاني، الكسر الثاني هو 7 على 2 غيولي 2 على 7. نعم، يساوي إذا 4 في 9 تساوي 36 على ماذا؟ على 14 ناقص، هنا عاد غنضربو 5 في 2، 5 في 2 على 2 في 7، وقبل ما نضربو 5 في 2 و 7 في 2 يمكن لنا نختزلو هنا في 2 مع 2، إذا ها حنا نختزلو 2 مع 2، يمكن لنا نختزلوها بسهولة، ولكن بلا ما نختزلوها لأنه غادي نحتاجوها في عملية الطرح، مفهوم؟ إذا نحسبوها، هنا 36 غتبقى لي 36 على 14 ناقص 5 في 2 10 و 2 في 7 14، هنا حصلت على فرق عددين كسريين لهما نفس المقام، احتفظوا بالمقام الموحد اللي هو 14 وندير فرق البسطين 36 ناقص 10، وبالتالي غادي نحصل على جواب وهو 36 ناقص 10 اللي هي 26، وبالتالي 26 على 14 هو الجواب الصحيح. وقالوا لي هنايا احسب واختزل، خصكم تنتبهوا للسؤال هنايا، الا كان قال لكم غير احسب توصل لهنا صافي، ولكن هو قال لك احسب واختزل، يعني المطلوب هنايا منك انك تختزل. انا نجيب هنايا الاختزال، 26 على 14 راه هي في الاصل هي 26 هي 13 في 2 و14 هي 7 في 2، بالتالي هنا نختزل بجوج، ها هي اختزل بها تبقى لي 13 على 7 وهو الجواب المختزل، مفهوم؟ ندوزو الآن للسؤال 5، السؤال 5 اللي غادي يخص لي هنايا واحد المسألة وخاصة بالتناسبية هاد المسألة اللي هي التناسبية يعني سلم التصاميم والخرائط. إذا وضعية مسألة، عندي هنا واحد الملعب كما كتشوفوا، نقراو المسألة. تمثل الصورة جانبه تصميما لملعب رياضي بمدرستك. إذا هنا واحد الملعب رياضي في المدرسة ديالك، صمم بسلم واحد على 1000. إذا هذا تصميم فقط، يعني ماشي واقع، هذا التصميم صمم بهذا السلم ديال واحد على 1000. إذا علمت أن طوله على التصميم L، الطول ديالو في التصميم 4 سنتيمتر، والعرض شحال؟ 2 سنتيمتر. نعم، سؤال هو أوجد البعدين الحقيقيين، يعني بغينا نعرفوا شنو هو الطول الحقيقي والعرض الحقيقي للملعب. غادي نعرفوه بالسنتيمتر ثم غادي نعرفوه بالمتر. إذا أولا نحدد البعدين ماذا؟ الحقيقيين. البعدين الحقيقيين، كيفاش غادي نحدد البعدين الحقيقيين؟ أولا نبداو بالطول L. إذا L كيفاش غادي نحدو؟ غادي نضرب الطول على التصميم اللي هو 4 سنتيمتر، غادي نضربها في ماذا؟ غادي نضربها في 1000 اللي هو السلم، نضربها في 1000 شحال تعطيني؟ غتعطيني 4000 سنتيمتر اللي هي 40 متر، صافي؟ اللي هي 40 متر، بالتالي الطول على الحقيقي هو 40 متر، صافي؟ غنحددوا الآن العرض L اللي هو لارجور. إذا بنفس الطريقة 2 سنتيمتر اللي هو العرض على التصميم، غادي نضربو في 1000 اللي هو السلم، غتساوي لي 2000 نعم سنتيمتر اللي كتساوي 20 متر إلا حولتها بجدول التحويلات، وبالتالي هذا الملعب الطول ديالو الحقيقي هو 40 متر والعرض ديالو الحقيقي هو 20 متر، وكنكون ديت ثلاثة النقط بكل بساطة وسهولة. الآن غادي ندوزو المجال الرئيسي الثاني اللي هو ديال الهندسة، وعليه 11 نقطة، صافي 11 نقطة كاينة في الهندسة وأبسط ما يكون، يعني غير شوية ديال التركيز وتجيبو 11 نقطة في المجال الرئيسي الثاني. إذا السؤال الأول في مجال الهندسة وهو أنشئ منصف زاوية أ أو بي. إذا
غننشئ واحد الزاوية القياس ديالها 75 درجة، ومن بعد غادي نحاول نرسم لها المنصف ديالها، منصف الزاوية. إذا بطبيعة الحال غادي نحتاج الأدوات الهندسية، الأدوات الهندسية اللي غادي نستعمل أولا المسطرة ثم المنقلة والبركر. مزيان، نبداو أولا باش نرسمو داك قلنا الزاوية، إذا الزاوية أ أو بي، صافي الزاوية أ أو بي مركزها أو بطبيعة الحال. إذا نرسمكم صا نديرو هنا أو أو نديرو بي أو بي، ثم غادي نحاول نرسم الزاوية باستعمال المنقلة. تابعو معايا، إذا مركز المنقلة هو هذا، غادي نوضعو في النقطة أو اللي هو مركز الزاوية، وهذا الظل الأسود اللي فيه صفر ومية وثمانين هو اللي غادي نحطو عليه هكذا. ثم سأحسب صفر عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون وخمسة وسبعون، خمسة وسبعون هنا كتجينا هنا خمسة وسبعون، غادي نصلها مع هاد النقطة أو بهاد الطريقة هادي. ثم نحدد النقطة هنايا أ، إذن هادي أ أو بي زاوية خمسة وسبعين درجة. دائما خصكم ديروا بهاد الطريقة هادي، صافي رسم الزاوية وحدد القياسات. مثلا قالوا لي الزاوية خمسة وسبعين درجة، كتب خمسة وسبعين درجة، ثم عاد نديروا المنصف، المنصف ديال هاد الزاوية غنستعمل البركار، غنختار واحد الفتحة من الاختيار ديالي، نوضع الشوكة ديال البركار في المركز ديال الزاوية أ أو بي هكذا، وندير قوس على أو أ وقوس على أو بي، صافي. ثم بنفس الفتحة غادي نمشي ونوضع الشوكة ديال البركار ديالي في هاد النقطة اللي حصلنا عليها، وندير قوس عاوتاني، ونمشي هنايا عاوتاني، وندير قوس بكل بساطة، وغادي نحصل على نقطة، داك النقطة هي اللي غادي نصلها مع أو باش غنحصل على المنصف ديال هاد الزاوية. إذن هذا هو المنصف ديال هاد الزاوية، كيقسم هاد الزاوية إلى نصفين متقايسين، إلى زاويتين متقايستين. ندوزو السؤال الموالي دائما في الهندسة، انتبهوا معايا دائما. إذا أنا كنحاول نزرب ما أمكن باش ما يجيش الفيديو طويل من طبيعة الحال، إلا ما فهمتوش شي حاجة خليوها لي في الكومنتار نعاود لكم الفيديو، ماشي مشكل، ما عندنا حتى شي مشكل، المهم أنكم تفهموا. السؤال الموالي قلنا أنشئ متوازي الأضلاع ABCD بحيث AB 6 سنتيمتر و AD 4 سنتيمتر والزاوية BAD 50 درجة. إذا غنرسمو أولا، المطلوب هو نرسمو متوازي أضلاع. مميزة ديال متوازي الأضلاع أن الأضلاع ديالو متقايسة ومتوازية، متقابلة بطبيعة الحال. مزيان، كذلك الزوايا المتقابلة متقايسة. نبداو أولا برسم AB، نرسمو AB أولا، شحال فيه القياس؟ قلنا 6 سنتيمتر، المطلوب هو ترسم AB فيها 6 سنتيمتر. إذا 6 سنتيمتر هي أ بي، هكا ديرو أ بي 6 سنتيمتر، حدد القياس. مزيان، الآن ما غنرسموش أ دي، لا، قبل ما نرسم أ دي خصني نرسم الزاوية بي أ دي، بي أ دي الزاوية غادي تكون هنا في أ، باش غادي نرسمها بطبيعة الحال بالمنقلة، غادي نوضع المركز المنقلة على النقطة أ هكذا، والضلع الأسود خصو يكون على الضلع الحامل للزاوية هكذا بهذه الطريقة هذه. ثم سأحسب صفر عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون، خمسون هنايا غادي نوضع نقطة وغادي نصلها مع أ هكذا بهذه الطريقة هذه. ثم دابا غادي نجيب المسطرة ديالي وغادي نحسب 4 سنتيمتر في هذا أدي، لأنه قالوا لي أدي 4 سنتيمتر، نجيب أدي هكذا 4 سنتيمتر غتجيها فين، وبالتالي هذه ماذا؟ هذه النقطة دي، صافي هذه هي النقطة دي، شحال؟ 4 سنتيمتر قالوا لي، نكتبها. مزيان، الآن بقات لي نقطة أخيرة وهي النقطة الرابعة اللي هي ABC، نقطة سي. كيفاش غادي ندير نرسمها؟ غادي نرسمها بالبركار، لاحظوا كيفاش غادي نرسمها، النقطة الرابعة في متوازي الأضلاع. إذا غناخذ البركار غنوضع الشوكة في أ، وغادي نعبر من أ إلى بي، بهذه الطريقة هذي، وغنمشي ونوضع الشوكة في الدي، هكذا، وندير قوس، بكل بساطة وسهولة، هكا، غادي نمشي عاوتاني، غادي ندير الشوكة ديالي في أ، ونمشي ونعبر من أ للدي، بهذه الطريقة هذي، ونمشي للنقطة بي، نوضع الشوكة، وندير قوس عاوتاني، صافي؟ وحصلت على النقطة الرابعة في متوازي الأضلاع اللي غادي نكملو، غادي نكملو، انتبهوا معايا دائما، غادي نكملو، غادي نصل بي مع هاد النقطة اللي هي سي، سي، وغادي نصل عاوتاني هادي لهنا، وغادي نكون حصلت على متوازي أضلاع أ بي سي دي، بحيث أن الزاوية بي أ دي شحال القياس ديالها؟ 50 درجة، وإلا كان هاد الزاوية هادي 50 درجة، تا هادي 50 درجة، وإلا كان هادي 50 وهادي 50، 50 و50 هي 100، شحال يتبقى لي في 360؟ غادي تبقى لي 260، 260 مقسومة على جوج هي 130، غتبقى لي 130 درجة هنا و 130 درجة هنا، باش يكون مجموع قياسات زوايا متوازي الأضلاع ABCD هي 360 درجة. غادي ندوزو الآن للسؤال الموالي دائما في الهندسة، واللي غادي يخص ليا
التماثل المحوري، غادي يخص التماثل المحوري، انتبهوا دائما. اذا ارسم مماثل الشكل بالنسبه لمحور تماثل دي. اذا محور التماثل هو هذا الدي، هذا الشكل هذا غنرسم المماثل ديالو. احنا عارفين بان التماثل المحوري كيحافظ لنا على قياس الزوايا وكذلك المسافات، بالتالي هذه المسافه من النقط الى محور التماثل كذلك الصور ديالها عاوتاني خصها تكون نفس المسافه. نبداو بهذه النقط، نبداو بالنقطه بي، شحال كتبعد من محور التماثل؟ كتبعد ثلاثة ديال التربيعات. إذا من انطلاقا محور التماثل غنحسب ثلاثة ديال التربيعات ونوضع النقطة بي. إذا هذه هي بي ونديرو بي بريم، صافي. ندوزو الآن، إذا أحكام تبعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة. إذا ثلاثة هنا، أربعة خمسة ستة سبعة، ونقطة هنا غادي تكون أ بريم. السي كتبعد شحال؟ كتبعد تربيعتين، إذا غنحسب تربيعتين ونوضع هنا نقطة سي بريم. هنا دي شحال كتبعد؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة. إذا سأحسب عشرة من هنا، ها اثنان، اثنان أربعة، اثنان ستة، اثنان ثمانية، اثنان عشرة، والنقطة غادي تكون هنا هي دي بريم. ثم غادي نكمل، غادي نصيل النقط ديالي، نصيل سي بريم مع بي بريم، نصيل دي بريم مع سي بريم بهذه الطريقة هادي، أ بريم مع بي بريم، ثم هنا A بريم دي بريم بهذه الطريقة هذه، غادي نحصل على هنا الشكل هذا هو مماثل هذا الشكل بالنسبة لمحور التماثل. ندوز الآن للسؤال الموالي، دائما في مجال الهندسة. ندوز الآن الوضعية، المسألة هنايا، يملك سعيد حقلا على شكل مستطيل خصص جزءا منه على شكل معين لغرس أشجار الزيتون. إذا شحال خصص؟ خصص واحد الجزء منه أنه يغرس فيه الزيتون، نعم، وترك المساحة المتبقية فارغة. إذا هذا الحقل عنده عبارة عن مستطيل، هذا الجزء هذا اللي كتشوفوا هنا عبارة عن معين، كيفاش شنو غيدير فيه؟ غيدير فيه الزيتون، وهاد البلايص هادو غادي يبقاو خاويين، صافي؟ غادي يبقاو خاويين. عندنا جوج أسئلة، السؤال الأول أحسب المساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون، السؤال الثاني أستنتج مساحة الجزء الفارغ، مزيان، بداو أولا بمساحة المساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون، نحسبوها بهذه الطريقة، أولا بطبيعة الحال غنحسبوها، إذا غنحسبوا مساحة هذا ديال المعين. إذا سعود، مساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون هي، نعم، وندير اس كتساوي طبيعة الحال القطر الكبير دي، عفوا دي القطر الكبير ديامتر دي القطر الكبير في القطر الصغير على اثنان، القطر الكبير في القطر الصغير على اثنان. القطر الكبير هو من هنا، من هذه النقطة F إلى H شحال؟ 25 متر، مضروبة في D القطر الصغير اللي هو من أون هذه النقطة هذه اللي هو 17 على اثنان. إذا 25 مضروبة في 17 على اثنان كم تساوي؟ إذا أولا هنا تساوي 25 إلى 17 غادي ديروها تساوي لكم 425، 425 قسمتها على جوج غتعطيكم 212.5 سنتيمتر، ماذا؟ أو عفوا متر، متر وليس سنتيمتر، إذا هذه تاهي بالمتر، متر متر مربع، هذه هي المساحة ديال غرس أشجار الزيتون. سؤال 10 قالوا لي استنتج، إذا ما قالوا ليش أحسب الجزء مساحة الجزء الفارغ، إذا مساحة الجزء الفارغ راه باينة، لأنه إلا حسبنا المساحة ديال المستطيل أ بي سي دي نضربوا 25 في 17، 25 في 17 عطينا 425، نعم، 425 غنقصوها من 212.5 عطينا 212، إذا مساحة الجزء الفارغ هي نديرو اس غتساوي لنا 425 ناقص 425 هي مساحة المستطيل، نعم، وغادي نقصوا منها المساحة ديال اللي فيها الزيتون هي 212.5 وغادي تساوي لنا كذلك 212.5 متر مربع، وهذه هي المساحة ديال الجزء الفارغ. غادي ندوزو الآن للمجال الرئيسي الثالث وهو مجال القياس اللي فيه التحويلات واللي ركزوا عليهم بطبيعة الحال حيتاش عليهم نقط بزاف وعليهم شحال ديال النقط؟ عليهم 10 ديال النقط، هاد 4 ديال التحويلات عليهم 10 ديال النقط، وباش نديرو التحويلات غادي نستعملو هاد الجدول اللي وجدتو هو جداول التحويلات. إذا أولا غادي نستعملو جدول وحدات قياس الأطوال اللي هو هذا بطبيعة الحال، جدول وحدات قياس الأطوال، والتحويل هو ماذا؟ هو 5.16 ديكامتر. إذا شنو غنكتبو في الديكامتر؟ غنكتبو بطبيعة الحال الرقم الموجود قبل الفاصلة مباشرة هو 5، إذا الديكامتر غادي نكتب فيه هكذا، نكتب فيه 5.16، إذا نكتب واحد هنايا وستة هنا بطبيعة الحال، إذا أي خانة كنكتبو فيها فقط رقم واحد، لأن غنحولوها إلى المتر،
باش نحولها للمتر نحيد الفاصلة من هنا ونرجع هنا من طبيعة الحال تولي 51.6 متر. من بعد 400 ولا 534 سنتيمتر غنحولوها إلى المتر، 534 سنتيمتر. إذا غنكتب 4 هنا، 3 هنا، 5 هنا، غنحولو العين إلى المتر، إذا غتولي 5.34. وغادي نجمعو الجمع، 4 هنا، 6 زائد 3 تسعود، نزيلو الفاصلة، 1 زائد 5 اللي هي 6، وهنا 5 تجي لي 56.94، صافي؟ 56.94، 56.94 ماذا؟ سنتيمتر، أو لا عفوا متر، إذا 56.94 في هذا الجدول ديال وحدات قياس الأطوال. غادي ندوزو للجدول الآخر اللي هو جدول وحدات قياس الكتل، 3702 كيلوغرام، 2.6 طن، شحال فيها من هكتوغرام؟ نستعملو هذا الجدول هذا من طبيعة الحال، إذا قلنا 3702 كيلوغرام، إذا غنكتب جوج في الكيلوغرام، جوج هنا، وهنا صفر، هنا سبعة، وهنا ثلاثة، لين غنحولوها إلى الهكتوغرام، ها الهكتوغرام هي هذي، غنزيدو فقط صفر، نعم، 2.2 طن، إذا غنكتبو جوج. هنا فاصلة 2 طن، غادي نحولو على الكيلوغرام، نزولو هاد الفاصلة ونزيدو الأصفار، ثم نحولو الهكتوغرام عفوا ونجمعو، صفر، هنا 2، هنا صفر، هنا 7 زائد 2 تسعود، وهنا 5، إذا غتجي 59020، 59020، إذا هي أو هو الجواب الصحيح، إذا 59020 ماذا؟ هكتوغرام. دوزو للتحويل الثالث وهو 74.3 متر أوكاري، متر مربع 348 ديسيمتر مربع، شحال فيها من آر؟ غادي ندخلو حتى الوحدات الزراعية من طبيعة الحال، وغنستعملو جدول المساحة اللي هو هذا. إذا نبداو أولا ب 74.3 متر مربع، لأن كل خانة من طبيعة الحال مقسمة إلى اثنان، لأن عندي المربع. المتر مربع اش غادي نكتبو في وحدات المتر مربع؟ المتر مربع هو هذا، الوحدة ديالو، غادي نكتبو 4، لأن هو رقم الوحدات في الجزء الصحيح. 4 هنا، هنا 7. 74.3 غادي نحولوها الى ماذا؟ الى الار. فين هي الار؟ الار هي هنا، غتولي 0 فاصله، نزول الفاصله تولي 0 فاصله، نعم 0.743. ثم نديرو 348 ديسيمتر مربع، فين هي ديسيمتر مربع؟ هي هذه، غادي نكتبو 8 هنا، 4 هنا، 3 هنا، غادي نحولوها الى الار، اذا 0 فاصله، وغادي نجمعو، اذا هنا 8، هنا 7، 7 وهنا 7، ونزيلو الفاصلة وهنا صفر، غتجي لي 0.7778، إذا 0.7778 آر، صافي. ثم ندوزو للتحويل الأخير وهو التحويل الخاص بالحجوم والسعات، إذا 9.63 متر مكعب، 25 ديسيمتر مكعب، شحال فيها من سنتيلتر، صافي، وغنستعملو هذا الجدول هذا. إذا هذا الجدول هذا غادي نديرو 9.63 متر مكعب، إذا شنو غنكتب في الوحدات المتر مكعب؟ وحدات المتر مكعب غنكتب فيها 9.63، غنحولها للسنتيلتر، فين هي السنتيلتر؟ السنتيلتر هنا، زول الفاصلة وزيد 3 دالأصفر. 25 ديسيمتر مكعب، فين هي ديسيمتر مكعب؟ إذا 25 تكتبها بالطريقة هذه، وغادي نحولها ثاني نزيدو جوج ديال الأصفر، ثم ونجمع، إذا 0 0، هنا 5، هنا 5، وهنا 6، وهنا 9، إذا هي 965500 سنتيلتر، نعم، إذا 965500 ديال سنتيلترات، صافي. وبهذا غادي نكون ديت 10 ديال النقاط في مجال القياس بكل بساطة، وغادي نكون ديت 2.5 في الامتحان على 10. دوزو الوضعية، المسألة دائما في مجال القياس، وهنا غادي نختصو بالدرس ديال الحجوم. هنا المسألة هي: أراد يحيى ملء مسبح على شكل متوازي المستطيلات، طوله أو طول قاعدته 15 متر، إذا هذا المسبح عبارة عن متوازي المستطيلات، طول ديال القاعدة هي 15 متر، العرض 4 متر، والارتفاع شحال؟ 3.5 متر. غادي نحسبو الحجم، إذا نحسبو حجم المسبح، إذن حجم المسبح هو الحجم متوازي المستطيلات اللي كنديرو في يساوي الطول في العرض في الارتفاع، يعني L في L في H، في يساوي L هو 15 مضروبة في 4 مضروبة في 3.5، في يساوي شحال كتساوي؟ كتساوي 210 متر مكعب، صافي. هذا هو الحجم ديال المسبح. غادي ندوزو الان السؤال الموالي: ما الكميه اللازمه باللتر، يعني باللتر غنحولو لللتر، لملء 2/3 من المسبح؟ اذا الكميه اللازمه نضربو في اللي هي الحجم، الحجم غادي نضربو في 2/3 اللي هي الكميه المملوءه، نضربو، اذا هي 210 ضربها في 2/3
اللي هي 210 مضروبة في جوج على ثلاثة اللي هي 420 على ثلاثة اللي هي شحال؟ اللي هي 140 سنتيمتر، أو عفوا 140 متر مكعب. وهاد 140 متر مكعب شحال كتساوي من لتر؟ كتساوي 140 ألف لتر. نعم 140 ألف لتر، وهي الكمية اللازمة باللتر لملء جوج على ثلاثة من المسبح. صافي. نعم ندوزو للمجال الرئيسي الأخير، وهو مجال تنظيم ومعالجة البيانات. نعم إذا الوضعية المسألة هي هذه. يمثل المخطط بالأعمدة جانبه تطور حالات الإصابة بفيروس كورونا بإحدى الدول الأوروبية. إذا هذا المخطط بالأعمدة كيمثل يعني الحالات ديال كورونا في الأيام، أيام الأسبوع. السؤال الأول، ما هو اليوم الذي سجل فيه أكبر عدد من حالات الإصابة؟ أكبر عدد من حالات الإصابة كاين هنايا، كتشوفوا هنايا اليوم. إذا يوم ماذا؟ يوم السبت. يوم السبت ب 9000 حالة. 9000 حالة. السؤال الموالي، ما هو اليوم الذي سجل فيه أقل عدد من الحالات؟ إذا أقل عدد من الحالات سجلت يوم الاثنين. يوم الاثنين، يوم الاثنين، يوم الاثنين ب 1000 حالة. صافي. شحال الحالات؟ 1000 حالة فقط. نعم ندوزو السؤال الموالي، هو السؤال الأخير في هذا الامتحان. سؤال 16، أملأ الجدول الآتي بالبيانات المناسبة انطلاقا من هذا المخطط. أيام هنايا، وهنا عدد الحالات. ده يوم الاثنين شحال سجلت من حالة؟ سجلت 1000 حالة. نعم هنايا فوقاش سجلت 2500، 2500 فوقاش سجلت هنايا. يوم الخميس، إذا الخميس، يوم الخميس سجلت عدد 2500 ديال الحالات. أربعاء شحال تسجلات؟ الأربعاء تسجلات 3000 حالة. 1500 فقط تسجلات، سجلت يوم الثلاثاء. نعم يوم السبت شحال سجلات من حالات؟ سجلت 9000 حالة قلناها قبيلتي. فوقاش تسجلات 4500؟ 4500 تسجلات هي يوم الجمعة، يوم الجمعة ويوم الاحد سجلت 7500 حاله. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. زيدوا دعموا القناه ومرحبا بكم وشكرا لكم.